نروح لخبر الثالث. صراحة في قصة جميلة جدا وأتمنى أن الكل يستفيد منها. عنوانها Never Too Late، وهذا مو عنوانها الرئيسي، هذا العنوان من عندي. لسيدة تلتحق بالمدرسة في سن 50، لم تطأ قدم النيجيرية شد جاي أي فصل دراسي حتى سن 50، ولكنها قررت في هذا العمر أن ترتدي الزي المدرسي وتتعلم القراءة والكتابة إلى جانب مئات التلاميذ الذين يرتدون ملابس مماثلة في إحدى مدارس نيجيريا. شد أجايي عملت أثناء طفولتها في متجر خالتها بدلا من الذهاب إلى المدرسة، والآن تعتقد بأن حان الأوان للتعلم وتعلم القراءة والكتابة. من أجمل القصص اللي ممكن تعلمنا الكثير في حياتنا، ودائما أقول لكم في البرنامج ما في شيء مستحيل، و never too late. إذا جاء عليك الوقت وحاب أنك تتعلم، لا تختلق أي عذر، ولا تقول أنا لا تعبان أو ما أقدر أو لا تأخرت. فحبيت هذا الخبر، وصراحة يعني never too late. ولا بصراحة العلم نور، والعلم ما له عمر ولا وقت، وبصراحة يعني أنا أيدها وأقول يا جماعة الخير كلامك صحيح 100%. العلم ترى ما له سن ولا وقت، العلم نور، تعلم والعلم جميل جدا، الواحد يستفيد منه في شخصيته وحياته. حبيتك صراحة وانت تعطي يعني ندوات وتنظر، شيء جميل. ما كنت كذا أبدا أقول لهم إيش كنت تسوي؟ كنت أطفش الناس صراحة، أعترف. صح، بس يعني أنت بتقولي شيء يعني حلو، ما أقدر أقول لا، بالعكس أنت اللي تقولي شيء إيجابي وأنا لازم أقول الصراحة. صح، وأنا متعود على الصراحة يا جماعة، أهم شيء الصراحة. كركور، طيب نروح لي